فضلاء، هذا متسابقكم اللي فرط في هذه المسابقه. يا لا تلوموا المقدم، بالعكس المقدم يوم كان مهني، وبالعكس انا اعتبر عليك، انا اعتبر عليك انا هو حقي في اقول حقره. اسلم اخي، انا يقولون انا دعيتهم، انا ما دعيت احد. لو اني ابغى ادعيهم ما ودي. هو اعترف من البدايه يا رجل، كيف تدعيهم وتودي؟ هم ليش وديته ما دام يدعي؟ صح، يتهمني يا اخي مسكين. انا ثاني شيء ما عندهم صلاحيه انهم يروحون يزورون ولا استاذنوا ولا شيء. اعطونا بخيت بحريمه يا شباب، يستاهلون الخصم، مبروك عليهم، الله يوفقهم. بخيت كيف حالك؟ مرحبا، عساك طيب. طيب ايش حالك يا استاذ؟ اليوم انا كنت في مساحه بتويتر وكان فيها فرق دعم كبيره جدا، وكان الاصل انه يكون في لقاء مع حبيبنا الغالي المدير الاستاذ سعود العتيبي، لمشاكل في الشبكه وكذا ما تمكن انه يتداخل معهم عشان يشوف طلبات فرق الدعم، وهذا المحور انا بجيه ان شاء الله بعد شوي. طيب. ومشاكلهم وكذا، كان من ضمنهم فرق دعم بخيت محريمة وجميع فرق دعم متسابقين. طيب. شفت فيه حماس وشفت فيه يعني بصراحة تأثر كبير وتألم على المتسابق وحريصين وفي شغل وقروبات ودنيا وحماس وكذا. بخيت محريمة تقدر هذا العطاء من فرق الدعم ولا ما تقدره؟ أكيد إني أقدرها. تقدره؟ أكيد. طيب. هم الوغد الحقيقي. هل من التقدير والدعم هذا كله إنك تجي تباشر على أخوياك بعشرين نفر حاشي مدري كم؟ كيف؟ هل من التقدير لهذا الدعم إنك تجي بما إنك صاحب المطعم وإنك تهدي عشرين نفر مدري أو تعزم سابقين على عشاء وكذا؟ ما الله خلقنا للتجارة. كيف؟ أقول عرقل سعد بن جدلان. أيوة. ما الله خلقنا للتجارة والأرباح. أيوة. ما خلفوه جدودنا الأوليني. مثل الفهود ارزاقنا نهب وصياح، ما ادري وش عاد اللي قال فيها ما طاح من فم الفهد جاي عراح، وما طاح من فم الفهد للحسين. يعني لا لا يعني اخوياك احسن. لا 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 يقول انا عايز النسي حاشا. والله كنت بكمل البيت بس استحيت وكملها بعد ايام. لا تقلبها لا تقلبها. لا يا فهد لا يا فهد، ما طاح من فم الفهد جاي عراح، يقولها باذن الله. لا مثل الحسين. لا لا حاشا والله، انت البهد هم ذياب. الله اعلم بالله. الله كل واحد منهم جبل وانا الذيب اللي ارقى فوق الجبل. طيب سؤال، طيب ليش جبال؟ ليش ذكرت القصيده؟ بخيت بخيت. ليش ذكرت القصيده؟ ايش تقصد بالقصيده؟ لا تكملتها ما هي هالبيت. ما هو تكملتها. اجل نفس الوزن والقافيه والقصيده. لا 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 كيف؟ كيف الا تكملتها؟ يلا يلا عسى ان جات ولا يا عساها ما تزيني. ايش ما تزيني؟ لا 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 كيني ميني كيني ميني. لا تقلبها. تزيني حسيني. لا لا حسيني برايك بها انت اذا صفط على غالي. يا بخيت يا بخيت. لا اسمع قول لي لحظه يا بخيت. خلوني انت لحظه بجي. يا بخيت لا تحاول تمرر علينا شيء، والله الذي لا اله الا هو ونحن نعرف لك. نحن ندامي اذا في صدرك على الرجال شيء قول لي لحظه. يا فهد اما انك تمرر شيء طفشنا احنا من الترغيب. لا وعزمهم الجعيد يلغم، الجعيدان يلغم الان، هذا جاي يلغم. ما لقمت يا اخوي والله ما اريد منكم رجل شجاع. ان جات ولا يا عساها ويش ان جات ولا يا بخيت. يا بخيت يا بخيت انا ما بدخل في جدال. يا بخيت انا بخيت يا بخيت. عندك نقص، عندك نقص وتاجي لحظه والله جد اتكلم. عندك نقص في 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 قيمه مجتمعيه معينه وجايه هنا، جاي هنا في البرنامج عشان تزيدها وترفعها وتقدمها. والله النقص دورها عندك، انا ما عندي نقص. لا شوف انا اسالك في القيمه المجتمعيه. ما عندي نقص انا، طالع عمرك كامل. اسمع يا براس، اسمع ويا ناطح. اذا الواثق من نفسه الرجل يوزن نفسه من قبل لا ينحط له ميزان. يا عبد الله اسمع يا بخيت، وزن كلمتك. اسمع يا بخيت. لا لا وزنها وزنها. انا ما حكيت لك الميزان حقك. اسمع لحظه دورها عندك. اسمعني يا بخيت اسمعني. لكن اذا انت على الحصيني هو اللي دورها فهد، انا ما جبتها. لا اسمعني ما جبتها. اسمعني يا بخيت اسمعني اسمعني يا بخيت. انا تسألت فلا تتنرفز وتزعل. ايه اذا كان اقول اذا كان عندك نقص معين في تبغى تثبته هنا بالطريقه هذه، ترى هذا مو مجالها. اولا اصبر خليني اقول لك شيء، اكمل كلامي عشان تفهم الصوره. انت يا بخيت بحليمه جاي ومعروف وباذن الله انك يعني راعي كرم وراعي سيتن طيب. طيب زين، لكن هنا مسابقه وفي ناس قاعده تدعمك وفي ناس تدعم من بوقتها ومالها عشانك. ايه. انت يا بخيت من حليمه جاي تدفع مدري كم من المطعم هذا كله وتضرب عرض الحائط فرق الدعم هذه كلها. اذا طيب. كنت والله راعي كرم وجود
وراي حفظ المعروف احفظ معروف الدعم بس 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 احفظ معروف الجماهير كلها واحترم المنافسه يا انا رجلك هذا انا بقول لا حد يجي هنا يمرر علي اني انا افضل واحد والباقيين بقول كلمه بقول كلمه لا لا تدري ليش اعلت المساله هو يقدر دعمه وكل شيء لكن هو باشر عليهم عشان يجي يقول له هذا البيت ما طاح من ضم الفاجئ راح ما طاح من ضم الفاجئ الحسيني هو يبغى يقول هذا البيت انت تبغيها لنفسك انت صفطتها لنفسك لا انا ما بس انت اللي صفطتها لنفسك يا اخويا ما صفط للرجال هالكلام والله ما لا والله لا تجيب اولها جبت ليها بخيت بس سؤال ثاني بخيت بما انك صاحب المطعم ايه ما طاح عندنا لنا وما طاح عندكم عندكم برا شفت طاح شفت انت تدورها انت يا بخي تدورها وتلقاها وش اسوي لك حليمه اذا في صدرك على اخوياك شيء تعال والله عندك انت ما هو عند اخوياك ايوه اي بس هذا هو النقطه يا بخيت بس عشان ما يعطونك كلام خلينا نتكلم احنا البيت ما يفهمه اديب وناقد ولا اسمعني اسمعني بخيت اللي اكرمتهم نفرين حاشي خلينا مسكتون شوي نكمل معك لا اله الله اللي اكرمهم والله لحظه اللي شريتهم من فرن الحاشي خلي مسكتون اسمع يا ابي بالله الله اللي شريتهم من فرن الحاشي خلي مسكتين كمل تكلمت ولا خليتني ارد بس خليني ارد ممكن بخليك ترد بس اللي شريتهم من فرن الحاشي خلي مسكتون عشان نكمل معك وش قلت اللي شريتهم من فرن الحاشي خلي مسكتون عشان نكمل معك قفل الباب والله انا ما خلقت اسكر افواه المسلمين طيب عشان تاخذ عشان اسمعك سكر الباب عشان اسمعك انزين لهالدرجه ان فرن الحاشي غالي مره تفضل قل لا اله الا الله لا اله الا الله قل لا اله الا الله اولا البارحه يوم طلع ابن مرعي برايم قل لا اله الا الله عارف ان الشباب بيمتقصون ولا في خاطرهم لقمه رحت قلت له سجلها على اسمي ينخصم مني انا يا بخيت وتخبروا علي راعي المطعم قلت له سجل اسمي وهذا كله علي انا يا بخيت كم نفر اخذت 4 نفر حاشي وحبه دجاج 6 صحون على حسابي قلت له سجلها ووصلها للإعداد يوم جيت في الليل قلت لهم الساعة 3 من الليل إيه؟ والله العظيم كلين خانقتها العبرة في زاوية على أبو مرعي قلت لهم يا إخواني الليل طويل تعشوا يوم عشي إخوان شما مكسب لي أنا إيش ذا الكلام يعني أولا بحسابي برصيدي مالك سنة دقيقة بخيت برصيدي بخيت برصيدي يا فهد صح فعلا ايش ذا الكلام يا بخيت يعني اخوياك لا ما لبطونهم نسي خويهم كيف لا نسي لا ما يهمك بعد البراي يعني لما يموتون جوا العزاء باب لبطنك يا فهد عشان تنسخ معلومة طبية يا بخيت صح معلومة طبية هذه جديدة الواحد اذا بكى يجوع عزاء واحد يموت وفي عزاء قدر العشاء شكرا يا بخيت لحظة واحد يموت ندفنه يفارق حاله ندفنه ايوه في عزاه غدا وعشاء هذا راح الهاله ابو مرعي لا بفقدك غالي اني ما بحصلها كذا متباشر يا اموت جوع ما داكل لا بعدين لا حرام بديهيا مين قال كذا يا اخوياك يتبعون بطونهم يعله عافيه والله يعله عافيه ليه ما اشتروا ليش ما اشتروا بنفسهم من ما اشتروا والله انهم اشتروا يوميا وظلمتوني انتم يا ليش ما كنت سريت يا رجال انا بقول لكم ليش انت الكريم الوحيد اللي بخل على انفسه يا عبد الخالق هلا قل لا اله الا الله لا المزاد يوم رسى على مشعل العيافي رسى ب 4600 كان ماخذها من بند علوج وكانت طيب. الوجبه ب 20 والحاشي ب 25 صحيح طيب حلو انا مدبل الاسعار والاعداد يشتري انا دخل اليوم 3700 اليوم يوم نزل في المزاد نزل ب 4100 كيف وانا مدبل ضعف كيف كذي بديهيا الله عرفناه بالعدل عشانك مدبل تفتحها بحر يعني كيف لا لا اقول لك المزاد انا حاسبها علي قال 22 الف دخلك الاسبوع هذا يا حبيبي الاعداد يحط قيمه تقريبيه ما هو بغبياء لهالدرجه عشان يجون ينزل لك قيمه حقيقيه عشان تاخذها لست يا عبد الخالق انا اكتبها واسلمها اخر يا سيد الفاضل يا سيد حسب الفاضل حسب زي ما تبغى استفدنا اكل لا أكل حد ياخذنا في بحور وما ندري شيء بخيت بن حليمه ناقصته فلوس عنده مدير الاعداد ومدير بك احنا اكتشفنا من هذه واستفدنا من هذه المداخله نقطتين إيه؟ ان اخوياه انهم هم متسابقين زد رصيدك 8 ينسون خويهم في جال رز ولحم إيه؟ وعلى هذا الامر الاول الامر الثاني اكتشفنا ان بخيت بن حليمه باشر على الشباب عشان يطبق البيت ما طاح من فم الباج جاي عراح وما طاح من فم هذا الحسين اوكي حلو اخلصها منصور عندك تعليق ما طاح من فم الاسد لي وما طاح من ف ما... لا يعني ثلاث خلى لك الله بالله عليك شكرا لك يا اخي حليم خلى لك بالعافيه خلى لك يا فهد خلى لك يا ابو الله يعطيك العافيه فما الله شكرا جزيلا
انا حجر في زاوية حبيبي. يا اخي ليش تسوي هذا كله؟ مجد يعني. الله يسامحني، الله يسامحني. العيان هذا ها مصيبة هذا. لا والله يا شباب صاحب خيد محليم بالله ابراهيم الجاي بالله يحضر كذا على استيج حق البرايم 10 نفر حاشي عشان الشباب ما يبكون. يا اخي والله غريبين ذا المتسابقين. طيب حلو يعني اي واحد حزين، اي واحد حزين نفر حاشي تنسى، نفر حاشي تنسى. خويك ما خويك، انا اتوقع ان عبد الرحمن الشريف، محمد الفيري، محمد السريعي يوم بكوا على ماهر كانوا قبلها بخمس دقائق ماكلين حاشي، عشان كذا ما مدهم يب ما جت بكي. هذا على حد والله خوي. والله بكي. طيب بس والله آه عندنا موضوع مهم يا شباب. غريبين جدا المحور. بس انا احب الموضوع محمد، عطنا حق عند عند عندنا موضوع مهم يا شباب. ما يمدي المحور، لازم اغير شخصيه. أوه. نشوف ايش الموضوع. وليد قشران كم لك كم لك نمني غايب؟ أربعة خمسة الجمعة هذه لا تجي، ما في نمني، كله برايم. عطونا مقطع الهروب العالمي، تذكرون أغبى سرقة؟ هذا أغبى هروب، عطونا إياه. تفضل. بارك الله. ما علمونا نروح معهم نفطر. الله يقطع يا شباب. النمنية الجاي البرايم الجاي بريحة الفول والطعمية والقهوة والقهوة والقهوة. بعدين رايحين على طريق يعني على يعني طريق الإمام تركي الأول جهرة والعنترة. أهم شيء ما يقولون هذه مصيبة بعد. الأمير تركي الأول كلها من كفاية. ليش أنا عزمتهم؟ أهم شيء ما يقولون. لا لا بيجون بيجون الحين يلا بيجي يدعك. بالله يا شباب عطونا إياهم اللي هرب عطونا إياهم. إلا محمد الفيري بكلم منه لأن خلاص خويهم كان كل ما يحتاج أذكر الأسماء معروفين بال كلهم ملايين يحضرون ست أشخاص جيبوهم كم يشرون. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.